وبالأداء الفني أيضا. ولكن في مباريات الذهاب والإياب ماني في وسط الملعب بروزوفيتش هو الحلقة الآن ويورج مجهود الكبير والجبني أكيد الحين اكتمل. يعني أنا من وجهة نظري بأهداف كثير ولا في تحفظ؟ والله أنا أعتقد أنه في أهداف. بين سبورتس أسعد الله أوقاتكم بكل كرة. تشكيلة الفريقين في هذا اللقاء أحب الكرام. رونالدو في كرة انطلاقة، هنا تأتي محاولة الدون، يتقدم يريد أن يراوغ، كرة ما زالت مستمرة للنصر، وصلت عنده كرة، هنا وصلت عن طريق الدون، رونالدو في كرة، أوتافيو هنا في كرة، كرة طويلة وصل سلطان الغنام إلى تاليسكا، تاليسكا في لمسة لكن طري يتقدم في وسط الميدان، يرسل كرة باتجاه أوتافيو، يسقط، يتحصل على خطأ، صفر هنا تاد، يمكن أن يراقب بينما الكرة ترسل عالية، رونالدو، الله، لابورت هو الذي ارتقى بعد ارتقاء الدون في اللقطة الماضية، محاولة المرور، التقدم العرضية، رونالدو في كرة، فريق اللي جماهيره هنا تغني، لنستمع إلى جماهير النصر، فريق كريستيانو رونالدو يتقدم الدون، رونالدو للصورة عند كرة، رونالدو راح، رونالدو مازال، رونالدو هنا الفهود في هجمة، نوكايمي في كرة، نوكايمي في تمريره، التسلل موجود، التسلل كان موجود في اللقطة الأولى، لكن حتى لو لم يكن سكالا يريد أن يمر، سكالا ما زال، سكالا في عرض لابورت، بعد ذلك هنا الركنية ترسل، التصدي من حق سيكوفيتش، بروزوفيتش يرسل كرة عالية، وسيكوفيتش يتمكن منها، سيكوفيتش تمكن من الكرة الماضية، بس هذا سلطان الغنام من بين الأسماء طبعا اللي كان حولهم الحديث. بروزوفيتش في كرة عرضية ترسل عالية بالكرة ساقطة خطيرة كانت الكرة، لكن فكرتها كانت حلوة، فكرتها كانت ركلة الركنية منقولة، كرة عالية خطيرة، لكن نادي النصر بروزوفيتش يرسل كرة عالية، الكرة بتعود من جديد، حاول فيها يرسل كرة طويلة باتجاه يمن يحيى، لكن التغطية قلت، الانطلاقة تأتي بعد ذلك محمد البقعاوي، لكن يحاول تاليسكا ممتازة، ولكن طالت بعيدة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. تاليسكا أوهم بأنه سيسدد أو سيموت. الأول من هذا اللقاء كرة ترسل، رونالدو في فرصة، رونالدو أخطر الفرص كانت عنيد، فنحن نسجل أيضا في الأشواط الأولى من مباراة ما بين الفريقين والتي انتهى الشوط الأول فيه. فاتيني فاشون سكالا هي الأسماء الموجودة، سلطان ممتاز إلى الغنام، عرضية الغنام، عرضية بيهيتش يلحق بالكرة، نعم يلحق عزيز بيهيتش في كرة، لكن لا حكم اللقاء الشرب بأن الكرة تجاوزت خط التماس وعادت إلى رمية جانبية، في زالت إلى الدون، كريستيانو، رونالدو في التمهيد، أوتافيو في لمسة، تاليسكو، ولكن صدمت في أوتافيو الكرة الماضية، تاليسكا أراد أن يكون موجود هنا رونالدو للإطمئنان على السلامة أبدا، يعني ومن حسن حظ جماهير هذه الفيحاء، ممتازة إلى سكالا، 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 سبيهيتش في كرة عرضية ترسل، الكرة بتعود بعد ذلك، ستنفذ منقولة من بروزوفيتش عالية، راسية من إيمريك لابورت، لكنها إلى خارج الملعب تحولت إلى ركلة مرمى. سكالا يحاول، سكالا يمر، سكالا يتقدم كرة عزيز بيهيتش، بل إلى أيمن يحيى، عرضية ولكنها بعيدة، بعيدة كانت الكرة من أيمن يحيى إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى عن طريق عزيز بيهيتش في عرضية نصراوية خشى أيمن أوتافيو، لكن كرة مقطوعة، تعود الكرة من جديد، هناك صافرة وهناك خطأ لمصلحة نادي الفيحاء، يقول حكم اللقاء في اللقطة الماضية، خطأ للمغربي عبد الحميد، يحيى في كرة ممتازة إلى الدور، رونالدو في ملعب الكرة داخل منطقة الجزاء، تصدي بروزوفيتش، بروزوفيتش عرضية، رونالدو كاد أن يفعلها الدون وقطعها، نوكايمي تقدم فيها، نوكايمي في فرصة عند كرة عرضية خطيرة، الله الله كاد أن
يفعلها أباتشي النصر وكاد أن يصادم شباك نفس الكرة عالية رونالدو بالرأس، لكن في الأخير المدافع أيمن في كرة عرضية ترسل عالية راسية نصراوي مارك لابورت يتقدم بينما العرضية الراسية تأتي من الركلة الركنية النصراوية كرة في القائم الأول بعد ذلك لبعات، ولكن بروزوفيتش من جديد هنا عرضية أخرى وتشيرس الكرة داخل منطقة الجزاء العاشرة حارس المرمى الكرة، لكن سلطان الغنام أبقى على الكرة أشرب أم أنها عرضية تاليسكو، ولكن الصدمة الخيبر يتقدم في المنتصف دون في لمسة كرة الخذوهات الله 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 سجل، ولكن ما لا تعلم فقط هو التوقيت، إنه دون كريستيانو رونالدو يظهر، كريستيانو رونالدو يأتي وكأن أهدافه تحدث صوتا لتخبرك أنها أهداف دون كريستيانو رونالدو. نعم مصلحة نادي الفيحاء من أجل التعادل، يا عيني يا عيني يا عيني كيف تجعلنا نحن 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 نحن